حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في الجولة الثانية من برنامج في المنتصف، والذي نناقش فيه ما تناولته الصحف فيما يتعلق بالوضع في ليبيا وتيرة الأحداث يومية لخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ورفض حفتر اليوم للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا. صحيفة العربي الجديد شبهت بروز الانقلابي خليفة حفتر في بنغازي أمس الجمعة بظهور رفيقه القديم معمر القذافي. نتابع ما نشرته الصحيفة ثم نستكمل الحوار. لا تكاد الأحداث في ليبيا تختلف عن بعضها منذ بروز اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمشروعه العسكري الهادف للسيطرة على البلاد في فبراير شباط 2014، وفي آخر فصول تشابهها القريب إعلانه أمس الجمعة وسط تظاهرة لأنصاره في بنغازي رفضه لقرارات الأمم المتحدة بشأن تمكين البلاد من حل أزمتها سياسيا، ما يعني قرب انقلابه على مخرجات اتفاق برلين ذي المسارات الثلاثة، كما انقلب العام الماضي على جهود الأمم المتحدة التي كانت على وشك تتويجها بملتقى غدامس منتصف أبريل نيسان. وظهر حفتر في مشهد احتفالي وسط بنغازي في استنساخ واضح لشخصية ومظاهر رفيقه القديم معمر القذافي، وهو يعلن أن لا رجوع عن بلوغ الهدف ولن نتوقف حتى السيطرة على طرابلس، مؤكدا أن قواته اليوم على تخوم قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من السيطرة عليها. وهذا الظهور بعد اختفاء دام لأشهر من دون أن يعلق بشكل شخصي وعلني على أي حدث من الأحداث الماضية، بدءا من مفاوضات التوقيع على وقف إطلاق النار في موسكو وانتهاءا بقمة برلين ورفضه لكل ما مر من مساع دولية وأممية لوقف الحرب في ليبيا، ما يدفع للسؤال ما إذا كان رفضه هذا إعلانا لبداية حرب جديدة. وكشف تطابق شهادات مصادر عسكرية وبرلمانية مقربة من حفتر للعرب الجديد عن انتقال قيادة حفتر من تحشيد الأسلحة والمقاتلين إلى مناقشة خطط لها علاقة بميدان المعركة. وقال أحد تلك المصادر إن توزيع المواقع في محاور القتال خصوصا في محيط أبو غرين شرق مصراتة بدأ فعليا، لكن معلومات المصادر لم تتوفر على موعد معين لاستئناف حفتر القتال. ويعقد في ميونخ اليوم السبت اجتماع لجنة المتابعة الوزارية لقرارات مؤتمر برلين لمناقشة تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا وحظر الأسلحة. إذا نتابع مجريات الأحداث في ليبيا. الانقلابي خليفة حفتر يرفض وقف إطلاق النار، قرار عرضته الأمم المتحدة رفضه الانقلابي خليفة حفتر، والآن هناك مؤتمر في ميونخ بألمانيا أيضا يتم النقاش فيه وبحث حل الأزمة في ليبيا والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الانقلابي خليفة حفتر يصرح يوميا ويقول بأنه يرفض الاتفاق ويفضل اختيار خيار السلاح. ينضم إلي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي التركي السيد يوسف كاتب أوغلو. سيد يوسف أهلا وسهلا بك معنا. مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. سيد يوسف، كيف يمكن وصف تصريحات الانقلابي خليفة حفتر بالأمس؟ الرجل رفض أي خيار للسلام وأصر على مبدأ الخيار العسكري والقتل واستخدام الآلة العسكرية، وفي الوقت نفسه هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بأبشع العبارات، ووصف تركيا أيضا بعبارات غير لائقة، كيف تعلق على هذا الكلام؟ يا سيدي، طبعا سقط القناع وبدأ الآن ظهر الوجه الحقيقي لمن لا يعرف حفتر، وحفتر في النهاية هو عبارة عن قاتل مأجور، وهو في النهاية دمية تحركها السياسات الدولية الخارجية التي تريد أن تعبث في ليبيا وأن تعبث في مخدرات الشعب الليبي. حفتر هو لواء منشق، هو يمثل الانقلابيين ويمثل الانشقاقيين ويمثل أيضا كل من يريد الإضرار ويستهدف الشرعية والديمقراطية. العجب العجاب أن لا أحد يعلق على
كلام حفتر، وكلام حفتر فيه بشكل واضح ومباشر انتهاك لكل الأعراف والقوانين الدولية. نتائج مؤتمر برلين، قبلها في موسكو رفض أن يوقع على وقف إطلاق النار، الآن يهدد باستخدام السلاح، يتوعد باستخدام السلاح، يقول بأنه عازم على دخول طرابلس وسيسحق كل من يقف أمامه. هذه العقلية الفاشية، هذه العقلية النازية، هذه العقلية العسكرية التي هو يتفاخر بها ستكون فيها نهايته. طيب واضح الآن من الذي يريد خيار السلاح ومن الذي يرفض السلام في ليبيا أمام العالم أجمع، يعني ما هو موقف المجتمع الدولي، موقف الاتحاد الأوروبي، موقف جامعة الدول العربية من هذه الأمور؟ الآن واضح، بات واضحا من الذي يريد العنف واستخدام السلاح. يعني على الجميع بما فيه المجتمع الدولي وأن يكون هناك أيضا مجلس الأمن والجهات المعنية الدولية عليها أن تقف موقف حازم تجاه من هو الآن يتحدى كل القوانين الدولية ويهدد باستخدام الإرهاب. ما يمارسه من تصريحات هو إرهاب، هو هذا الإرهاب بعينه وبذاته، وبالتالي أصبح الآن واضح للجميع بأنه هذا الإنسان غير مؤهل لا أن يستمر في أي مباحثات سياسية في جنيف أو غير جنيف، وغير مؤهل لكي يؤتمن على أن يكون له مستقبل في أي تسوية سياسية مع الأطراف الأخرى، ويجب أن يعاقب كمجرم حرب. هو يعترف بأنه سيستمر في استخدام القوة العسكرية، وبالتالي هو يداه ملطخة بالدماء بقتل الآلاف في خلال السنوات الفائتة، وبالتالي على المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل الجهات المعنية أن تقوم بعمل ما يلزم. ولكن نقطة مهمة هنا يا سيدي، تفضل. الآن عندما تم الحديث عن حفتر يجب أن يكون هناك بالمقابل دعم للشرعية الموجودة في ليبيا ضد حفتر. الشرعية الليبية هي التي يجب أن تحاسب حفتر على تصريحاته هذه. هذا هو عبارة عن إنسان متمرد خارج عن الشرعية، منشق انقلابي يريد أن ينقلب على الشرعية المعترف بها دوليا، وبالتالي لماذا لا يكون هنالك عقاب دولي له؟ لماذا لا يحول إلى محكمة الجنايات الدولية؟ يجب على الجميع أن يتحرك أمام هكذا التصريحات، ولكن لا حياة لمن تنادي. هو عبارة عن دمية ولعوبة بيد بعض القوى الكبرى وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا. هو يمثل مشروع غربي يريد أن يسيطر على خيارات المنطقة وتحديدا ليبيا، وبالمقابل عندما يتجرأ ويصف ليبيا بصفات أو يصف تركيا وأردوان بصفات تعبر عن مدى ثقافته الدنيئة وعلى مستواه الذي هو لا يمثل إلا ذاته والعقلية الفاشية، الرد التركي سيكون حاسما من خلال الشرعية. وهذا ما أريد السؤال عنه، كيف ستتعامل تركيا مع هذه الأمور وهذه المتغيرات، لا سيما أن هناك تفاهمات واتفاقات مع حكومة الوفاق الليبية وهذه الاتفاقات شرعية ومعترف بها دوليا؟ التعامل التركي يا سيدي واضح هو سيكون علنا. التعامل التركي هو ما سيراه لا ما سيسمعه. التعامل التركي هو في دعم الشرعية بقوة رادعة لتحمي هذه الشرعية، وسيلقن درسا لن ينساه حفتر، وبالتالي حفتر هو سيندم كما ندم قبل ذلك وكما لقن أكثر من درس قبل ذلك. والميدان هو الذي سيثبت للجميع من هي تركيا ومن هو أردوغان ومن هي الشرعية ومن هي حكومة الوفاق التي يجب أن تطبق القانون إذا ما أردنا أن نقول أمن واستقرار في المنطقة. أما حفتر فهو لن يكون هنالك لا أمن ولا استقرار في المنطقة طالما كان هكذا أشكال وهكذا شخصيات موجودة تريد أن تعبث بالأمن والاستقرار من خلال تصريحات غوغائية وهوجاء. نعم. وبالتالي هذا يجب معاقبته دوليا وأيضا ميدانيا، وربما يجب أيضا أن يحاكم كمجرم حرب ويتم تنفيذ ما يلزم إذا ما تم اعتقاله. الجبهات كثيرة الآن أمام تركيا سيد يوسف، يعني سوريا في إدلب مواجهة مع نظام الأسد وتحديات وصعوبات حالية، وكذلك في ليبيا، هل تركيا قادرة على فتح كثير من الجبهات في نفس الوقت؟ يا سيدي قبل كل شيء تركيا هي من سلالة دولة عظيمة، تركيا هي لديها القدرة لاستيعاب كل ما يحدث في المنطقة، وهي
الآن تذود عن حمى الأمة، هي الآن هنا وهناك، هي موجودة من قواعد عسكرية في قطر، موجودة في الصومال، موجودة في أفغانستان، موجودة في أينما طلب منها فهي موجودة، الآن في سوريا، أيضا في ليبيا. تركيا هي تذود عن حمى الأمة، وتركيا تمثل الأمة في الزمن، تصارعت فيه الكثير من الدول التي يجب أن تقف موقف داعم لتركيا. تركيا لا تجبر أحد أي شيء، ولكن على الأقل أن لا يكون هنالك من يطعنها في الظهر، وأن لا يكون هنالك هجوم عليها ويقوم بتشويه سمعتها والصيد في الماء العكر، ويتهم تركيا بأن لديها أطماع تاريخية وأنها تريد أن تحيي الخلافة العثمانية. أن هذا الموضوع الآن ليس طرحه، المهم أن يكون هنالك من يذود عن الأمة وينصر المستضعفين والشعوب العربية والإسلامية هنا وهناك. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي التركي سيد يوسف كاتب أغلو، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. أعزائي المشاهدين، موقع عربي 21 تطرق إلى تصريحات الانقلابي خليفة حفتر ورفضه للحل السلمي وتفضيله لخيار السلاح وتهديده أيضا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. نتابع ما نشر الموقع ثم نعود. أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر رفضه لقرار مجلس الأمن بوقف دائم لإطلاق النار بالبلاد، وشن هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. جاء ذلك في كلمة بثتها مواقع وقنوات محلية حملت أول رد من جانب حفتر على تبني مجلس الأمن قرارا بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا. الأربعاء الماضي صادق مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى التزام بوقف إطلاق النار في ليبيا ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي. وقال حفتر في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي إنه لا رجوع عن بلوغ الهدف ولن نتوقف حتى السيطرة على طرابلس. وأضاف حفتر: أصبحت اليوم على تخوم قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من السيطرة عليها. كما وجه حفتر في كلمته رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفق التسجيل الذي نشرته بوابة أفريقيا الإخبارية، وقال فيه: لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الشمس والنار والنجوم، مؤكدا أن قوته لن تتوقف عن القتال. ينضم إلي عبر الهاتف المتحدث باسم الإعلام الحربي في ليبيا سيد عبد المالك المدني. سيد عبد المالك، أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا بك أخي الكريم وبكل مشاهدي قناتكم. أهلا بك سيد عبد المالك. كيف يمكن قراءة المشهد في ليبيا في ظل رفض الانقلابي خليفة حفتر للحل السلمي وتفضيله لخيار الحرب وخيار السلاح؟ نعم طبعا، في البداية على الجميع أن يعلم جيدا بأن مجرم الحرب حفتر فعل كل شيء من أجل الدخول العاصمة طرابلس، ولكنه فشل بعد مرور أكثر من 10 أشهر على عدوان العاصمة. فشل بفضل الله أولا، ثم رجال عملية بركان غضب لحكومة الوفاق الوطني الذين خطبوا المسالة وشجاعة هذا العدوان. نحن في ليبيا لا نحارب، على جميع أن يعلم هذا الشيء، نحن لا نحارب ميليشيات حفتر وميليشياته فقط، بل نحن نحارب في دول إقليمية. عدوان سباعي على العاصمة طرابلس، نحن نتحدث عن منطقة فاغنر، نتحدث عن منطقة جنجويد والمعارضة السودانية، أيضا المرتزقة الروسية اللي جلبهم مجرم الحرب حفتر في الآونة الأخيرة، ومرتزقة مصريين، طائرات إماراتية من تقصف الليبيين، ذخائر مصرية، المصانع المصرية تشتغل بشكل غريب من أجل أن توفر الذخيرة المصرية لكي يقتل مجرم الحرب حفتر الشعب الليبي. كل هذا وبالتالي تصدينا بهذا الهجوم وهو فشل فعليا في دخول العاصمة طرابلس. طبعا هو يرفض كل الحلول السلمية، هو يعلم جيدا بأن أي حل لإيقاف الحرب يعني فشله تماما للدخول للعاصمة طرابلس، وهذا المجرم يتحرك بسياسة وللأسف سياسة صهيونية، يتحرك باستخبارات فرنسية وبأوامر من الإمارات. لعل الاجتماعات الأخيرة في برلين وفي موسكو عندما أيضا وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن مجرم الحرب فر هاربا من موسكو دون أن يوقع، طبعا كانت الإمارات أو الاستخبارات الإماراتية لم تفارق مجرم الحرب حفتر في موسكو، وهي من أصرت عليه لعدم التوقيع، لأن الإمارات تعلم جيدا بأن عدم
التوقيع يعني فشل حفتر، ومجرد طيب. حرب حفتر لا يهمه قتل الليبيين، لا يهمه تهجير العائلات ونزوح الالاف من الليبيين، ما يهمه فقط هو تحقيق مطالب مصر والامارات والسعوديه. سيد عبد المالك، كيف يمكن تفسير اصرار حفتر على دخول طرابلس؟ هناك اصرار غير طبيعي من حفتر، هل هذا يعكس القوة لدى حفتر؟ هل لديه المقدرة على الانتصار في هذه المعركة ودخول مدينة طرابلس؟ نعم، طبعا يا أخي كريم، لو كان لحفتر قدرة دخول العاصمة طرابلس لدخلها من أول شهر، هو قال يومين وسأدخل العاصمة طرابلس من يوم 4/4 وتلقى الخسائر، طبعا ما اعترف به المجرم أو الناطق باسم هذه الميليشيات المثماري قبل 4 أشهر تقريبا عن 7000 قتيل من هذه الميليشيات المنقلبة عن الشرعية، اليوم أؤكد لكم بأنه أكثر من 10,000 قتيل من الليبيين فقط من باعوا أنفسهم بوجب الحرب حفتر ناهيك عن المرتزقة، هو فشل تماما، ولكن هو لعل يجد اي حل، هو ليس لديه خيار الا القتال، هذا المجرم الحرب اي خيار اخر يعني خسارته، فهو للاسف اختار الخيار الاكثر دمويه بالنسبه له، وهو باذن الله سيقاتل حتى نهايته على الجميع، ان يعلم بان كل شهيد يرتقي الى الله تعالى من طرف عميد تركان الغضب، يزيدنا عزيمه ويزيدنا اصرار للدفاع عن العاصمه طرابلس، للدفاع عن الليبيين، نحن نخوض معركه مصيريه وهي معركه دين وعرض وارض ايضا. بالأمس كان خليفة حفتر في بنغازي يلقي خطابا لدى جماهيره، لو تحدثنا عن التأييد الشعبي، هل يعني يلتقي أو يتلقى حفتر تأييدا شعبيا كبيرا من قبل الليبيين؟ بارك الله فيك على هذا السؤال المهم. طبعا هذا المجرم ألقى خطاب مسجل طبعا في ساحة الكيش، هو لم يؤمن ساحة الكيش في بنغازي، فكيف سيدخل لطرابلس؟ الجميع شاهد وابل الرصاصة التي أطلق على المتظاهرين هناك، وللأسف هم صغار العمر وأيضا بعض الكبار، بعض من لديهم قتلى من ضمن صفوف ميليشيات حفتر. لو كان حفتر يملك الشعبية في ليبيا عليه أن ينزل للانتخابات يوم غد بينه وبيننا، وسنشاهد الليبيين من سيختاروا، الليبيين سأموا هذا المجرم، حتى من كان مغشوش بهذا المجرم حرب حفتر سواء كان هنا في المنطقة الغربية أو هنا في العاصمة طرابلس أو حتى في الجنوب الليبي، الآن يعلم حقيقة هذا المجرم، الكل يعلم بأن المجرم حفتر كل شيء مباح له، قتل الأبرياء، قتل المدنيين، تهجير العائلات، كل شيء مباح له من أجل أن يصل هو وأبنائه إلى السلطة. ولو كان مجرم الحرب حفتر صادق في قوله، لماذا لا يرسل أبنائه لجبهات؟ هو يتحدث عن غزو تركي، وابنه أكبر مورد للخردة لتركيا، ابن حفتر أكبر مورد في ليبيا، أكبر مورد للخردة تنتقل لتركيا، هو ابن حفتر الصغير يلتقط في صور وسلفيات من داخل مطارات تركيا ومن معالم تركيا، لكان هذا صادق لأرسل أبنائه، حتى في حوارات في موسكو وفي برلين حفتر ذهب مع أبنائه وأبناء عمومته من الفرجان، ليس لديه ثقة بأهل بنغازي، لأنه يعلم جيدا بأن حتى بنغازي ليست لديه سيطرة كاملة على مدينة بنغازي. هل ترى أن هناك جدوى من هذه المبادرات الدولية التي تمر من وقت لآخر لفض النزاع ومحاولة الوصول إلى وقف لإطلاق النار؟ طبعا بصراحة يا أخي المجتمع الدولي متخاذل بشكل كبير جدا جدا جدا، الأمم المتحدة لديها مبعوث ليبيا، هذه الأمم المتحدة السيد طاهر السني أوضح الصورة بشكل واضح جدا، وكان واضح وشفاف مع المجتمع الدولي وأوصل لهم صورة الليبيين ورسالة الليبيين، ولكن للأسف المجتمع الدولي ولا زال مبعوث أمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة لم يسمي الأشياء بمسمياتها، لم يتحدث عن انتهاكات أكثر من 100 انتهاك، لم يقول من الذي انتهك، مطار معتيقة يقصف يوميا، الأبرياء قتلوا. طبعا نحن في ليبيا تأمنا التسوية بين المعتدي والمعتدى عليه، يجب على الجميع أن يفرق من هو المعتدي ومن هو المعتدي عليه، ولكن نحن في ليبيا نفهم غسان سلامة جيدا، نفهم بأن غسان سلامة يتقاضى في الأموال من الإمارات، هو وأيضا الإمارات وعدته بمنصب،
في حال نجح في مهمته وهي تمكين حفتر داخل ليبيا. الاستاذ سلامه يراوغ من اجل تمكين حفتر، ولكن نعم. هذه هي معركه مصيريه. طيب سيد عبد المالك، في سؤال اخير، القوات التابعه لحكومه الوفاق الليبيه هل هي قادره على صد هجمات خليفه حفتر وحمايه طرابلس من هجماته ومحاولاته للسيطره عليها؟ نعم طبعا، لأكون معك واقعي، قوات عملية بركان غضب، قوات المواليه لحكومة الوفاق التي تدافع عن الشرعية، تدافع عن العاصمة، بإذن الله قادرة على صد حفتر حتى ولو استمر 10 سنوات قادمة، كما صديناه في قبل 10 أشهر، قادرين على صده حتى ولو 10 سنوات قادمة، حتى ولو بقينا طول عمرنا نحارب هذا المجرم الحارب حفتر، ولكن حسم المعركة لصالحنا يريد مزيدا من الدعم ومزيدا من الإمكانيات، لأن بصراحة إمكانيات المنقلب على الشرعية إمكانيات كبيرة، سواء كان من دولة الإمارات أو مصر أو السعودية أو حتى الاستخبارات الفرنسية. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم الإعلام الحربي سيد عبد المالك المدني، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. أعزائي المشاهدين، دعونا نتابع هذه الرسوم الكاريكاتورية التي جمعناها لكم من صحف عربية ومواقع إخبارية. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نأتي إلى نهاية برنامج في المنتصف. لا يسعني إلا أن أشكر من شاركنا في هذا البرنامج، والشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن وطيب المتابعة. إلى اللقاء.